عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طاجن البامية باللحمة، بجد خرافة. اما هتاكلوه ان شاء الله هيعجبكم جدا باذن الله. اول حاجة طبعا انا عندي البامية، وتعالوا بقى نروح على البوتاجاز على طول نشوف بقية المقادير بتاعتنا وهنعمله ازاي. اول حاجة كده يا بنات، انا جيت هنا على البوتاجاز خلاص، حطيت حلة وحطيت فيها مادة دهنية، سواء بقى سمنة زيت زبدة اللي انت تفضليه. طبعا هستنى بس السمنة بتاعتي تسيح في الحلة بتاعتي وهرجع لكم تاني. اهو كده بالشكل ده يا بنات. هنزل ببصلاية صغيرة مقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده كده، وهقلب. هدي تشويحة بسيطة يا بنات، انا مش عايزة البصلة بتاعتي تصفر ولا حاجة، مجرد بس تدبل كده اهو بالشكل ده كده. اهو كده يا بنات البصلة بتاعتي خدت اللون. هنزل بقى بحوالي فصين ثوم بالشكل ده كده، واقلب برضو. وبعد كده انزل بعصير طماطم بالشكل ده. اهو يا بنات بالشكل ده، دي الطماطم اللي احنا كنا مفرزينها قبل كده مع بعض، اللي كنا حاطينها في اكياس ومفرزينها في الفريزر سوا، اهي بالشكل ده كده. ابدا بقى انزل بالتوابل بتاعتي، ولو مش مستعجله قوي ممكن تستني لحد ما الصلصه بتاعتك تفك، بس انا هنزل بالمكعب مرقه وكمان حوالي معلقه ملح، معلقه كده كويسه، وكمان نص معلقه كمون اهو بالشكل ده، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه كزبره. يبقى انا حطيت توابل ايه؟ حطيت مكعب مرقه وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. طبعا لو عندك السبع بهارات تحطيها بتبقى طعمها حلو جدا. طيب انا هعمل ايه؟ هسيب بقى الصلصه بتاعتي ديت كده تاخد وتدي مع بعض وتفك كمان، وهنرجع نشوف هنعمل ايه في طاجن الباميه بتاعنا. كده تمام خلاص يا بنات، انا الصلصه بتاعتي خلاص كده اتسبكت اهي بالشكل ده. هنروح بقى للطاجن ونشوف هنعمل ايه. يبقى احنا عملنا ايه يا بنات؟ جبنا الطاجن، رصينا اللحمه بتاعتنا، وحطينا الباميه، حطينا توم، وحطينا الصلصه اللي احنا عملناها سبكناها سوا، وكمان شويه شوربه او حوالي كبشتين شوربه. هعمل ايه بقى؟ هدخل كل الكلام دوت في قلب الفرن يستوي مع بعضه كده وياخد وش، وهوريه لكم بقى ان شاء الله لما يستوي. استنوني. واهو يا بنات طاجن الباميه بعد ما طلعته من الفرن، بجد ريحته تحفه جدا، ولو عايزاه ياخد لون اكتر من كده برده حطيه تحت الشوايه، بجد جميل جدا وطعمه حلو جدا باذن الله هيعجبكم. وكمان انا قلت لكم ان انا عملت مع الباميه قلقاس، وهنزل لكم ان شاء الله برده في صندوق الوصف طريقه القلقاس. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناه، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب اكون قدرت افيدكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.